اهلا وسهلا على كل اللي بيشوف الفيديو، ومتنسوش تشتركوا في القناة بالضغط على سبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم عشان الجميع يستفيد. بقى مع بعض يا جماعة، حردة الرقبة الدائرية الأمامية لو جاكيت مفتوح. يعني أنا عندي جاكيت مفتوح جزئين، هعتبر ده جزء واحد منه، جزء مثلا لو الشمال ده في جزء تاني زيه، الجزء ده طبعا هيبقى زي الجزء التاني. نعتبر إن ده الجزء الشمال وفي جزء يمين اهو. الجزء الشمال هنبتدي هو ده، هنبتدي نقفل نعمل الحردة من الناحية دي، الجنب ده اهو الجنب اليمين ده. ونبتدي ازاي؟ نبتدي نعمل نقفل من البداية. في أول سطر نبتدي نقفل 4 غرز، نبتدي نقفل 4 غرز، وده بيعتمد برضو يا جماعة على دوران الرقبة اللي احنا عايزينه واسع، أو لو عايزينه واسع يكون من تحت على مسافة نبتديها من تحت شوية عشان تبقى دايرة عميقة. لو مش عايزينها عميقة قوي نطلع بالارتفاع اللي احنا عايزينه ونبتدي نعمل دوران الرقبة. نبتدي نقفل 4 غرز في الأول على وش الشغل. ناخد اول غرزة نشتغلها ونشتغل التانية، ونبتدي برضو نقفل الاولى على التانية. وادي واحد، وادي اتنين، وادي تلاتة، وادي رابع غرزة اهي، وبنكمل. يعني نبتدي في الاول نقفل 4 غرز اهم، ونمشي نكمل السطر للاخر. نعمل الشغل اهو، هخلصه خلص السطر كله للاخر، وارجع لما ارجع هنشوف مع بعض نكمل ازاي. خلصت السطر اهو للاخر، الف وبرجع السطر المقلوب، اشتغله مقلوب من ظهر الشغل، اشتغله مقلوب او بالغرزة اللي انا بعملها مفيش مشكلة. اشتغل السطر التاني وانا راجع كل الغرز مقلوبة اهي، خلصها خلص السطر ووصل للاخر. هوريكم بعد ال4 غرز اللي قفلناهم هنبتدي نقفل تاني ازاي. وصلت لاخر السطر المقلوب اهو، اخر غرزة معايا اهي، باخدها عادي وهاجي تاني من وش الشغل وابتدي اقفل. بقى قفلت 4 في اول سطر، هقفل في السطر ده 3 غرز. نمشي معانا اهو، ابتدي ده اول غرزة اشتغلها، شد الخيط كويس واشتغلها عدل اهي، اشتغل التانية واقفل الأولى عليها. طريقة قفل الغرز المعروفة، تاني غرزة، تالت غرزة. بعد ما ختمت ال3 غرز، قفلت 3 غرز السطر ده، يعني اكمل السطر كله من على وش الشغل، بكمل الغرز عادي واروح لغاية الآخر بخلصه، خلص السطر الآخر يا جماعة عادي مفيش مشكلة، خلصه وأرجع الناحية المقلوب نشوف مع بعض. خلصت الغرز من وش الشغل، هرجع من ظهر الشغل. هيكون إن هنا لو بعمل حردة للكمام أكون أنا شغالة، مثلا ابتديت في حردة الأكمام برضو من الجنب ده، بس أنا هنا عاملة العينة دي مفيهاش حردة للأكمام، فهرجع بالغرزة المقلوبة من ظهر الشغل، بس بشتغل اول غرزة بتاعت الحافة دي عادل دايما عشان ما يتبرمش. بشتغل بقى الغرز من ظهر الشغل، اخلص السطر الغرزة المقلوبة في ظهر الشغل لغاية ايه ما اوصل ل اخلص السطر، ونبتدي نشوف هنكمل الحردة في الرقبة المدورة ازاي. بشتغل كل السطر بالغرزة المقلوبة اهو من ظهر الشغل، بخلصه مفيش اي مشكلة، ونكمل اهو. وصلت لغاية اخر غرزة عادي اشتغلها، والف الشغل واقفل من ناحية وش الشغل، اكمل بقى اقفل. ايه انا قفلت 4 غرز وبعدين 3، هقفل غرزتين، هقفل غرزتين. ادي اول غرزة بشتغلها، واجي اللي بعدها اشتغلها،
واقلب الاولى على التانية، يبقى كده قفلت ورزة. جيت ورزة اللي بعدها اقفلها كمان وخلاص، واكمل السطر العدل هخلصه كله واخلص المقلوب ونشوف هنقفل بعد كده. خلاص يا جماعة، بعد ما قفلنا الغرزتين ورحت بالسطر ورجعت، هنبتدي نقفل غرزة بقى غرزة غرزة. هنبتدي نقفل غرزة، يعني هنشتغل اول اهي، يعني بالترتيب كده، قفلنا 4 وبعدين 3 2، ودي هنقفل في السطر ده بقى غرزة واحدة اهي بنفس الطريقة، نقفل غرزة واحدة بس وكمل السطر برضو عدل خلصه كله وخلصه كله وخلص المقلوب وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. خلصت رحت ورجعت بالسطر يا جماعة، يعني رحت بسطر عدل بسطر مقلوب برضو، ابتدي اقفل بقى غرزة برضو كمان غرزة غرزة، ابتدي اقفل غرزة غرزة لغاية فين؟ ابتدي اقفل غرزة غرزة بعد كده لغاية ما غرز اللي عندي اللي باقية دي بتساوي لعرض الكتف اللي انا عايزاه. شوف عرض الكتف انا عايزاه عرضه قد ايه واقعد اقفل. افرض وصلت خلاص للعرض اللي انا عايزاه والغرز خلاص قليلة عندي وهو ده الكتف اللي انا عايزاه، خلاص ما اقفلش، بطلع عادي بطلع عادي بطلع عادي من غير اقفل اي غرز. وبعد كده بعمل حرة الكتاف بقى اللي انا عرفتها لكم قبل كده. انا هفترض ان انا لسه عدد غرز كتير، فهقفل غرزة كمان، اعمل غرزة كمان، اقفل غرزة كمان الطريقة دي غرزة واحدة وبمشي غرزة غرزة طول ما انا طالعة لغاية ما اوصل للعدد، عدد غرز يساوي العرض الكتف المطلوب. بروح وارجع بروح وارجع برضو سطر عدل وسطر مقلوب، ونشوف بقى اخيرا شكل الحردة الرقبة بقى شكلها ايه، هي زي حردة الحردة نفس طريقة حردة القبط او حردة اللي بنعملها عشان نعمل الاكمام اهي يا جماعة. بقى الدوران اهي، دي دوران الرقبة لجاكيت مفتوح من الناحية اليمين، والناحية الشمال بتتعمل برضو بنفس الطريقة بس بنطلع بالطول. هطلع شوية واوريكم شوية يا جماعة، رحت ورجعت وبيكون ده شكل الرقبة. بتطلعوا بقى زي ما قلت تمشوا رايحين جايين من غير قفل غرز، لو خلاص هي دي الغرز المطلوبة للكتف بطلع من غير تنقيس اي غرز، بطلع عادي رايحة جاية رايحة جاية كام سطر. بعد كده لما اوصل للطول حردة الابط من هنا ابتدي اقفل بقى من الناحية دي، اقسم الغرز دي اللي هي الكتف بقسمها لتلاتة زي ما علمتكم دي ثلاثة، وابتدي اقفل الجزء الاولاني من على الطرف الاول، واروح وارجع اقفل الجزء الثاني، واروح وارجع في الاخر اقفل الجزء الثالث من عند حردة الرقبة، هو اللي بيبقى على ارتفاع اعلى شوية لفوق، وده الاول. دي شكل حردة الرقبة المدورة للجاكيت، ده الجزء اللي هو يعتبر ده الشمال، الجزء اليمين بتعملوه برضو بنفس الطريقة قصاد بعض كده. يا رب تكون الطريقة مفهومة وسهلة بالنسبة لكم، واللي مش عارفها يكون عارفها. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.